وضعية تحكي على خطر المرأة اللي فيها صادرة 5 مناشير تفتيش. هذه وضعية كانت تقريبا في منتصف رمضان صارت. هذه امرأة كانت من أصحاب التوابق ورشرشية على ترويج المخدرات. ما عندهاش علاقة يعني بالوفاق اللي تم القبض عليه مؤخرا؟ لا ما عندهاش علاقة بالوضعية. تخيل هي بداية الخيط لهذا الوفاق. الحقيقة مع هي وضعيتين مختلفين. ما عادش كي نحكيك على الوضعية. لا يحكي لنا عليها الوضعية ما نجبدنا عليها. نحكي في نفس المخدرات هات نحكي عليها ثم نمشي للوفاق. الموضوع انه المرأة هذه هي أصحاب السوابق صادرة فيها 5 مناشير تفتيش في ترويج مخدرات وبيع الخمر فلتة والسرقات بمداهمة منزلها بعد اتخاذ الأذون اللازمة بالنيابة العمومية. يتضح أنه بتفتيش منزلها وغيره تم العثور على كميات أخرى من مادة القنب الهندي والعثور على شقيقيها كانوا مرافقين في ليها في المنزل. ويتبين أنه هما زادة من أصحاب السوابق الغادية في بيع الخمر خلسة وسرقات وتنقيب على الأثار. بعد مراجعة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالأنفار الثلاثة هذوما على مناشير التفتيش الجهات القضائية المطلوبين لأجلها وفتح محاضر عدلية جديدة. الأول من أجل بيع المواد المخدرة واتجاه المواد المخدرة بناء على تم حجز كمية من مادة القنب الهندي، ومحضر آخر التنقيب على الأثار بما أنه بعد تفتيش المنزل تم العثور على حفرة معناها في وسط المنزل في عمق 5 أمتار إضافة إلى بعض الطلامس والبخور وغيره اللي من أجل معش تنقيب على الآثار أو غيره. تم إحالة الموضوع على النيابة العمومية بعد انتهاء أجل الاحتفاظ وتم فتح بحثين تحقيقيين، الأول من أجل ترويج المواد المخدرة والثاني من أجل التنقيب على الآثار. هذا الموضوع اللي صار في منتصف رمضان. هذا وفاق جديد اللي نحكي عليه اليوم اللي تم فتح بحث تحقيقي فيه من أجل تكوين وفاق لغاية ارتكاب جرائم ترويج المخدرات. هذه وضعية جديدة على معلومات. معناها احنا مش نفاهم المخدرات يعني من وفاق إلى وفاق واحد آخر، لكن الحمد لله فما فتنا على قليل أنه يتم الكشف عليهم. الحمد لله أنه عوين الضابط العدلية معناها قايمين بمجهودات هامل حقيقة باش أنه النجم نكتشفوا هذه الشبكات الإجرامية. المنطلق الأحداث من شخص قادم من منطقة منزل بورقيبة حامل في سيارته 14 صفيحة من مادة القنب الهندي لبيعها لنفرين آخرين من سكان منطقة طبربة بربط الصلة بالنيابة العمومية من قبل فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس واتخاذ الأذون اللازمة. الحمد لله تم إلقاء القبض على 3 أنصار في حالة تلبس في وضعية تسليم وتسلم المواد المخدرة ومبالغ مالية هامة. تم مباشرة محضر في تكوين وفاق من أجل ترويج مواد مخدرة وغسيل الأموال وتم حجز 14 صفيحة ومبالغ مالية وسيارتين. واليوم بعد انتهاء أجل الاحتفاظ أذنت النيابة بفتح بحث تحقيقي وتحقيق سيد قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بمندوبة بعد إجراء الاستنطاقات اللازمة. سيد قاضي التحقيق أصدر بطاقتي أيديع في طرفين وإبقاء الطرف الثالث في حال تراح مع وضعه تحت تحجير السفر. عادة اليوم قد ما فما ناس تدخل السجن وقد ما فما عقوبات وقد ما قاعدين معناتها نكشفوا على الشبكات هذايا، الا انه الحقيقه المرض هذايا قاعد يستفحل اليوم في المجتمع نتاعنا وردوا بالنا على صغيراتنا بطبيعه خاصه سواء كان في المدارس ولا في الجامعات ولا غيره من هالظاهره الخطيره هذايا اليوم. الاخطر معناها استعمال الأطفال مش كان كفرساء أو سمحني كمستهلكين، وإنما في وضعيات ممكن هم يكونوا في تم استقطابهم ليصبحوا هم زادة في مجال بيع المخدرات. معناها يصبحوا هم يعني التجار الكبار يختفيوا وراء الأطفال ويقوموا باستغلالهم باش هما يكونوا هما البياعين. معناها مدام سندس اللي صار في المسلسل اللي تم تصويره مش من وحي الخيال يعني، فما اليوم صغيرات قاعد يتم الاستغلال نتاعهم للترويج والبيع تاع المخدرات هذوما والتجار الكبار وجوههم ما نعرفوهاش للاسف.
للأسف منها ديما ديما العقل الإجرامي الغالب معناها سيبق القانون ويتحايلوا على القانون بالطرق الكل اللي هما كما قلت الأصل الصغير هما اللي يكونوا على جهل وعلى بالقانون وهذه بحكم سنهم إنه يتم استقطابهم باش يوليوا هما معناها اللي باش ياخذ حق الكونسوماسيون تاعو يولي لازم هو يدخل في مجال الترويج استغلالا على الأطفال هذوما اللي إذا كان باش نحكيوا على استغلال الأطفال مش كان معناها بتوليوا هما امبليكي في الترويج وإنما نحكيوا حتى على التجار بالبشر معناها حتى نوع من التجار بالبشر. ربي يحفظ صغيرتنا الكل. شكرا يفضلك سيدة سندس النويبي نتقى رسمية بسمحكم الابتدائية بمنوبة. شكرا.